خدوا كتير يا جماعه، كمل فوق ما تخلوش واحد يا جماعه انا عايز اقول لك فهم هنا فاضي كتير 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 اوكي، بس كلهم طبعا بطلعوا كتير كتير يعني تاخد يعني تاخد تاخد الكورس ده. انا خدت خطوه جد فوق، انا ممكن اخش التحليل مثلا ابدا اتعلم حل تشات اللي هو اتش سي اي مثلا وات ايفر اوكي، ممكن يعني في نقطه في نقطه كمان واحد ياخد صمم المرض ده بالاكس كي او كده ينفع يجي كده؟ كم واحد ممكن يصمم ده بالاكس كي او جيم؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ها سته كويس ماشي اوكي، الباقيين ما يعرفوش. طب اوكي انا عندي مستعد انا جبت شوت اربع ساعات لناس بيكس كي، انا ما اعرفش انا بيكس كي ده ما اعرفش انا لازم اسمعهم اربع ساعات ناس بيكس خالص عارفين اروح اي شوب يبقى فيه حاجه يعني اشتغلت على الناس اللي جايه بس انتوا عايز مثلا ايه هو ما بقاش معاك كده فاو في حاجه فيه وشوف ما بقاش مش حاجه بس كل الناس اللي بتبقى تشتغل على الفن مورد الفن مره اوكي في وشوف كده عملية هو ده اللي مثلا في حاجه اسمها اقول عليها اسمها بومودورو 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 ده كونسيبت في تايم مانجمنت بتشتغل 45 دقيقه 25 دقيقه وتاخد بريك كمان دقايق احنا كلنا بنتشتت وحاجه صعبه عننا تمام اوكي فاحنا بننظم التشتيت التشتيت كل 10 دقايق Thank you.
ما في ماركتينج، ما في اكشن، ما في ماركتينج، ما في ناس تحمس، مش هتحصل.
كده وصاحي ما هو احمد مكاوي ولا ساكن مينا بهاء بهاء مين كان طلع صباح خير مصر من الجيش ده؟ كان مجموعه كده هم حد صباح خير مصر كلمني رحت كلمتهم واخر يعني صاحي صباح خير قلت له احمد بتاع بتاع وضرب تخيل بقى الاتحاد اللي معلول بتجي مش هو الحكايه انت الحكايه عشان تكمل انت محتاج مش شغل شوف اعمل لك كتاب نفسك تيجي معانا وتخليك تكمل تنشر فكرتك بدل ما تشرح تصحى في الصحراء عشان تعلم دي 73 واحد انت بتتكلم انا فاهم محتاجين ده عشان نتصور المهم يا جماعه مش مجرد ان انت بتصور بس او يعني كلمه تصوير مش مجرد ان انا بكلم الناس بس انا مفهوم الفاليو مفهوم صوت المهم ده دون يو بيقول او تبدا مفيش حد يسمعك خير سمي المهم يعني مفهوم الفاليو كو فاليو القيمه الاساسيه الجوهريه بتاعتك البالونه دي ايه القيمه الاساسيه الجوهريه بتاعت البالونه؟ مش طمطي مش تقليدي او ما عندوش مانع لو حبيبي انا مش تقليدي ما عنديش مانع لو
راجل بحر ايه؟ بتاخد منك هتقول طبعا يعني راس راجل خد محمد دكه خد التيم كله جماعه طلعوه فوق مش عارف اسمه ايه كده جماعه مش فاكر كام محمد دكه طلعوا راجل راجل بحر خالص كده نفسه حد يعمل منك الفوز فجوه دي روحت عادي فوز فجوه دي اوكي طب ايه لازم تتفاجئ الكلام ده كله احنا خدنا في ايه؟ في التسويق الفوز ايه؟ انت ينفع تقول لك يعني ايه لينكس ولا راجل صفر؟ ¡Vamos!
يعني انا عندي ايرور بس اه سالت الاستراكشر يا باشمهندس ده مكتوب ان في ايرور ازاي هيبقى بس نكست لا 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 مفيش دعوه بس نكست بس نكست لقيت مكتوب ايه اف يو فايند ذيس ايرور ايرور تاني بس نكست هي بجد هم دلوقتي بيضحكوا علينا في الدرجات مش شايفين ان احنا اجباري مثلا ولا حاجه علشان كل حاجه احنا نشوف ايرور بس نكست ايرور بس نكست طب الايرور ده لازم يكون ايه قوي هو طالع ايه انت ما تعرفش طب هو هيتشال ازاي انت ما تعرفش ان بس نكست مش مهم ما تسالش حد وانت المفروض تعمل اكتر بدل ما تروح تعمل
بينقلها في حته لحته زي ما احنا اتكلمنا عن 12.4 بعدين ان شاء الله في شهر 10 ينزل 12.10 في الفيدورا في نفس الكلام يعني دلوقتي الفيدورا 17 شهر 10 ان شاء الله او 11 هينزل الفيدورا 18 هو كل 6 شهور بينزل طب ايه الميزه في كده؟ هو بيحبها ما بيحبش يزهقها لا انت مش هتقعد بقى فتره طويله انت شغال نفس الحاجات بنفس الشكل لا هنزل لك حاجات لمسات اضافيه كده هتعجبك طب كل 6 شهور هتبص تلاقي لا في حاجات اتغيرت يعني مثلا ايام البنك ده كان قبليه مثلا 9 كان البنك مثلا السين بتاعه لونه بيج في حياتك دلوقتي لا غير لك بقى خلي الديفو بتاعه لونه البيرل هو كل مره بيبقى لونه فوق بيبقى شكله فطار انا بتكلم على اللون ده حاجه بسيطه ان هو بيبقى فيه حاجات كتير مختلفه فهو بيعمل كده ليه؟ علشان هو عايزه تتغير كل فتره هنا الصوره دي بتوضح ميزه الحاجات دي بس الابجريد ده او الابديت ده موجود في كل الاوبريتنج سيستم سواء ماك او ويندوز او لينكس لا الابجريد مش موجود لا الابجريد هو بص الصوره دي هتوضح لك حته الابديت انا بتكلم مثلا موجود سيرفيس باكس المختلفه بس ما بتتعملش على 6 شهور بتتعمل على فتره كبيره والابديت الصغيره بتتعمل على يعني والابديت الصغيره بتتعمل على ويندوز وماك كل فتره صغيره ايوه طبعا بس هي الفكره في ايه؟ ان الابديت بيتعمل كل فتره صغيره بس انت بتحس انت لا ما فيش في دوري التحليل انت هتحس بدوري هتحس ان كان في كراش بيحصل لك مثلا لما بتعمل حاجه معينه دلوقتي ما بقاش بيحصل انت حسيت فعلا بدوري لما بيحصل ابجريد تلاقي كل 6 شهور ابجريد كل 6 شهور يعني فتره قليله جدا بالنسبه للشركات الثانيه الشركات عشان تغير لك مثلا حكايه الفيرجن بتاعها يعني مثلا من ويندوز 8 لويندوز 7 لويندوز 8 قعدت ايه؟ من ويندوز اكس بي لويندوز 7 قعدت ايه؟ سنين هو هنا مش كده خالص هنا 6 شهور بتلاقي حاجات كتير اتغيرت هنا بيوضح لك لما يكون رايح كل ده تكتب كوماند قد كده تدوس على F2 عشان ممكن غصب عنك تعمل بوينتر
هستخدمه وانا حاطه يعني يعني بارتيشن بالظبط ده كل وقت بارتيشن مختلف. انا بتاع كده كل واحد بارتيشن مختلف وقعدت فتره بينا شغاله كده لغايه ما زهقت من السوشيال ميديا قعدت فيه بقى خلاص انا مش محتاجه انا عارف دلوقتي الاقي بديل مريحني خالص. طب استخدامي للبرامج اللي بستخدمها هتبقى عادي استخدامها؟ عادي جدا. يعني بس ايه اكتر انا بشتغل برامج السيرش مثلا ايه المهووس اللي انا برامج السيرش ولا البراوزنج يعني؟ البراوزنج فايرفوكس وكروم اهو. يعني في حاجات ممكن تتسيرش في حاجات ممكن تتسيرش في حاجات ممكن تتسيرش في حاجات هما بيقصدوا يخلوها مش كومبات ولا مع اللينكس. يعني مثلا لو عايز اشتغل لينكس او اي حاجه على اللينكس مش هشتغل لازم اجيب لها بقى واين او اي حاجه. ايوه يبقى الفكره مش كده. يعني انت شايف انت قلت لي المشكله ان اللينكس ما بيشتغلش جرافيك ساعات. لا هي كده مش كده. هي اللينكس بتشتغل جرافيك ساعات زي كله مش كده. الفكره ان بتوع الجيمنج مش بيعملوا اللينكس. ليه مش بيعملوا اللينكس؟ لان هو طبعا الجيمنج بيجيبوا فلوس. انت المفروض اصلا اي جيم بتنزلها بيبقى اقل منك سعر اقل منك حاجه. لكن اللينكس هو مش عايز حاجات عملته على جرافيكس انترفيس يعني وعلى الكوماند لاين حاجه مختلفه تماما سواء في الفيتشرز اللي بيقدمها او سواء في البرفورمانس بتاعه. انت جربت جي بارتن يعني؟ جربت جي بارتن وجربت حاجه ثانيه. طب ايه المشكله في جي بارتن؟ الكوماند لاين بتاعه احسن من الجرافيكس انترفيس. انا شفت اختلافات. انا نفسي جربت الكوماند لاين ولقيت ان في حاجات مش موجوده اساسا في الجرافيكس انترفيس. فعشان كده انا شايف يعني عن نفسي انا بستخدم نيرت للسيرفر بس كيوزر انا شايف ان هو مش كويس مش ستيبل كواحد بيبرمر عليه مش عملي كيوزر عادي ان هو يستخدمه. اسف بس مش ستيبل؟ مش ستيبل. اللينكس مش ستيبل؟ لا الاثنين ما مش ستيبل. لو حد يستخدم جرافيكس انترفيس وهو بيستخدمه انما ستيبل جدا يعني لو اتكلم. كانت الشاشه بتاعتك ايه؟ نعم؟ كانت الشاشه بتاعتك ايه؟ شاشه ايه؟ انت هو على جرافيكس سيستم. انا بستخدم انا بتكلم على ايه برنامج ممكن يقفل في اي وقت كراش بيحصل كتير جدا. انا مش عارف هي دي مشكله على فكره. هي دي مشكله اللي بتستخدم توزيع قلت ان هو خلاص هي كده. ما انا عشان كده بقول سيرفر كويس. لا هي مشكله خالص. هي الفكره ان انا جاي اضحك عليك برضه مش هتقابل مشاكل في الاكس. لا هي الفكره مشكله خالص. انا برضه بيحصل فيك كشات. انا عارفه هو بيحصل فيك كشات. انا كنت شغاله على ممكن كام يوم كان عملت كلاش رحت شايلك بالظبط. في ناس ثانيه رمت الرد عادي يعني هو شكله سهل هو سهل هو فعلا سهل وانا كنت بحبه جدا بس ممكن يحصل فيك كراش. الكراش اللي بيحصل يبقى مش مشكله في اللينكس. احنا ليه لما نقول حصل مشكله في كذا يبقى احنا نقول اللينكس اللي رحت. لا اذا اتكلمت على الجي او اي الجي او اي ده مش اللينكس. اللينكس على فكره ما فيهوش جي او اي ده اللينكس ده هو كان بس. ايوه الحاجات الجي او اي اللي بتتحط دي تبقى مشكله التوزيع نفسها يبقى ما تهمش اللينكس اللي مشكله دي جرب توزيع ثانيه هتلاقيها ستيبل. لا انا قصدي يعني ان انا دايما بتعامل مع لينكس كل ما يخش في الجي او اي يبدا الموضوع يسوق كل ما يبعد عن الجي او اي يبدا الموضوع بحث.